الخطة تسير على ما يرام وعلى أحسن مما توقعنا، والحمد لله والشكر. الانسيابية الموجودة أثناء زيارتنا إلى قرب الضريحين. حياكم الله في حصاد الدفاع. وزير الدفاع يوعز بتعزيزات حول زيارة الأربعين خصوصا في الأيام القادمة. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي للسادة وزير الدفاع ووزير الداخلية الذي أقيم في مقر قيادة عمليات كربلاء المقدسة. رئيس أركان الجيش يزور مديرية إدارة الضباط ويحضر جلسة انتقاء الآمرين في دائرة الإدارة. في تصريح لنائب قائد العمليات المشتركة: نعمل على مدار الساعة في المقر المسيطر لقيادة العمليات المشتركة لتنسيق ومتابعة كل الجهود الأمنية والخدمية، وإيجاز السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم حول كل المستجدات وحول المعاضل وحلها بأسرع وقت، وتعزيز الجهود الأمنية والخدمية مع تطورات ومتطلبات الزيارة المليونية. قيادة القوات البرية تستنفر ملاكاتها لتأمين الحماية لزائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، بعدما نشر صورة مسيئة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي منتحلا فيها صفة منتسب في الجيش العراقي الباسل. أبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن تلقي القبض عليه وسينال الجزاء العادل قانونيا. تجنبوا هذه التصرفات التي لا يحمد عقباها، فأبطال الاستخبارات بالمرصاد لكل إساءة. وأخيرا، الأكاديمية العسكرية تنفذ مسيرة تحملية لمسافة 5 كيلومترات لطلاب الكلية العسكرية الثانية الدورة التأهيلية 14 الطبابة. كنت معكم حنين الحسناوي من مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي.